والله صحيح كما قلت كنا نجموا نمركيو بعد ما بونتو زهير كنا جاتنا فرص باش نمركيو الثاني الغالب هذيك هي الكرة معناتها الاهلي فريق كبير ماركه معناتها نصور قدمنا اللي علينا زدنا ماركينا احنا بونتو الثاني الغالب معناتها حبينا نفرحوا جمهورنا اليوم ما جاش ما جاش ترشح ان شاء الله مره جايه وكهو فرحة اليوم جمهور الافريقي مع شاش عنده من سبع سنين معناتها التعليق صحيح والله صحيح كي تشوف اليوم جمهور لو كيف كيفاش فرحان سواء في راد سواء لبرا نتصور يستحق الفرحه هذه ان شاء الله مازال مازال قدامنا كوب و وشامبيونز ليغ عام الجاي ان شاء الله نفرحوه اكثر ان شاء الله